تتحركش ما تتحركش. استنى 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 استنى. انت كويس؟ طب رد عليا، حاسس بايه؟ اخدك المستشفى؟ كويس. انا اسف جدا، انا حاولت اتفاداك بس انت كنت طاير بالموتوسيكل. انا مش عاوزك تقلق خالص، انا مستعد اتكفل كل التصليح بتاع الموتوسيكل. لا لا مفيش حاجه، دي اقل حاجه اقدر اعملها. مفيش حاجه خلاص، انا مصمم. استنى، ده الكارت بتاعي. انت متاكد انك كويس مش محتاج حاجه؟ لا تمام. اوصلك في حته؟ لا لا تمام تمام. طيب انا اسف. دي قطك لحد ما كان عندك 4 سنين. انت صحيح كنت بتتسحب كل ليلة عشان تيجي تنام في حضني، بس دي الأوضة اللي انت كنت بتقضي فيها اغلب وقتك. انا حاولت اسيبها لك زي ما انت كنت سايبها بالظبط. فاكر يا علي الرسمة دي؟ فاكر لما كنت بترسمها وأنا كل شوية أجي أحاول أشوفك بترسم إيه تخبيها مني؟ كنت عايز تعملها لي مفاجأة، وفعلاً أنا وراجل لما شفناها اتفاجئنا إن أنت رسمنا كده. فاكر؟ لا الحقيقة مش فاكر. ايه ده؟ ده اسمه دوبي صح؟ صح، يبقى ابتديت تفتكر. بقى سايب ابنك اللي كان هيموت من شويه في حادثه على الطريق، وعدالي مع النصاب ده ماسكين لي صور ودباديب. مروان معلش دقيقه وراجعلك، خليك في الاوضه يمكن تفتكر حاجه. مروان يا نهار ابيض، انا لازم اطلب لك الدكتور، دي جامده قوي. سيبيني لوحدي. اسيبك ازاي يا حبيبي؟ انا عايزه اطمن عليك. لا ما تشغليش بالك خالص، ما تعطليش نفسك، روحي له يلا. روحي. هو انت بتكلمني كده ليه؟ انت مش واخد بالك ان طريقتك في الكلام معايا بقت وحشه قوي؟ ده حقيقي، احب اشكرك لان الفضل ده يرجع لك. ممكن تتفضلي بقى عشان اكمل لبسي.